موضوع الليلة شبهات حول الحدود. أول حاجة الحدود دي نزلها الله من السماء. في ناس الليلة قالوا ما دارينها تب وما عندهم حول أي شبهات ذات تذكر إلا شبهة واحدة أو شبهتين أوها ثم أوها من ميت العنكبوت. قالوا دي والله تنافي حقوق الإنسان وتنافي ما أعرف قانون شنو وتنافي الإنسانية والله وشديدة وحارة، كلام كله فارغ ساكت، ما في أي شبهة كده تذكر. شكد أنا حاضرب أمثلة ببعض الحدود ونشوف الحكمة منها أو بعض الحكم منها. لكن أول معلومة تعرفوها إن الحدود دي ربنا نزل من السماء، وربنا سبحانه وتعالى هو الخلق الناس يا جماعة. يبقى هو الذي سبحانه وبحمده هو الذي يعلم ما يصلح هؤلاء الناس مما شنو يفسده. الآن الميكروفون ده أو التلاجة أو أي شيء عندك في البيت، أي جهاز بيجيبوا لك معه تشتري جديد معه شنو؟ نحن بنسميه كتالوج، يجيبوا لك كيف طريقة التشغيل والشنو ما بعرف كيف العيوب وكيف المحاذير إنك حتخربه لو عدوسته كده لو عملته كده. أسأل يقول لك يا دول دي ورقة كتاب جاك وطيب من الشركة أو من المصنع حقه، أو الموبايل ده لو بطاريته خربت، لو دوك بطارية حقت الشركة صنعته مثلا يعني وأدوك بطارية تانية تجارية من السوق بيشيلها ده حق الصانع، حق الصانع حقه. فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، هو الذي خلقنا ويعلم ما بنا وما يصلحنا مما يفسدنا. ولذلك قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا سبحانه وتعالى. طيب فأول حاجة نضرب مثال بحد السريع، ده فيه حكم عجيبة خلاص، لأن الجماعة يقول لك تقطع يده لا دي حارة، طيب تسجنه 10 سنة برضه ما حارة، هو ما بيقيسوا بأنه حارة تشحح ولا ما حارة تشحح، بيقيسوا بأنه هل العلاج ذا ناجح وناجع ورادع ولا ما كده بس. شفت كيف؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، ده كلام ربنا الخلقنا، لا فاضل لحركة شعبية ولا تجمع مهنيين ولا علمانيين ولا شيوعيين ولا غيرهم، ده كلام الله الخلقنا نزلوا لنا من السماء. شفت كيف؟ ما بنتنازل عنه أبدا وبنناقشك فيه وما بتقدر تناغشنا فيه، فكده بتجربة هناك وفي تلفزيون السودان وتقعد تكذبوا وتقولوا والله كده والحدود دي ما نافعة، انتوا قاعدين براكم جوا، ما تفتح عشان نخش معاكم جوا عشان نمريكم برا، اصل الاثنين احنا ما بنقعد جوا هناك لو انت ما عندك حجه. دي ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب ربنا قال والسارق والسارقة، وهنا قال الزانية والزاني، يقال إن هنا قدم المرأة في الزنا قال الزانية، وهنا قدم الرجل في السرقة قال والسارق يعني الذكر الرجل، والسارقة قالوا لأنه الزنا في الغالب بتكون المرأة هي السبب فيه، في الغالب بتدعو الرجال بفتنتها وتبرجها والعري والتكشف والتكسر والخضوع في كلامها والكده، والسرقة في الغالب بيقوم بها الرجال، في الغالب بيقوم بها الرجال إلا إذا كان العلمانيين قالوا المرأة والراجل واحد، يكون في علمانيات بيسرقوا ده موضوع ثاني، لكن أنا بتكلم عن أصل النساء الأصل وأصل الرجال، يعني الناس الأصل الرجال وأصل النسوان. طيب ربنا قال والسارق والسارقة، السارق العلماء قالوا هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، ده تعريف السارق عند العلماء، هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه. وقالوا مال غيره المحترم
والفرق شنو بين المال المحترم والمال المامحترم؟ الشافعي قال ضرب مثال بالمال المامحترم بالآلات الموسيقية، أورغن، دربوكا، ديك بتاعت الصوفية زي ما شنو؟ نوبة، دلوكا، شفت كيف؟ والحاجات دي، سكسيفون، كمانجا، ده مال غير محترم عند الشافعي، ما عند أنا دول مسكين ساكت. الشافعي قال شنو رحمه الله؟ قال ولو أن لصا سرق آلات موسيقية ولو بلغت ربع دينار، وده حد النصاب بتاع قطع اليد زي ما حيينا بعد شوية بالشروط، بلغت ربع دينار، بلغت النصاب بتاع قطع اليد، قال لا تقطع يده لأنه مال لا قيمة له. فده مثال للمال شنو؟ الغير محترم. شكده قالوا السارق هو من أخذ مال غيره المحترم. المال يكون شنو؟ مال شنو يا جماعة؟ محترم. زي الخمرة مال ما محترم، زي الصعود مال ما محترم، ودي ما دعوة للسرقة، لكن أنا بشرح لك مال غير محترم، مال غيره المحترم ده اللي هو بيقطع يده خفية القدام عديل، دي ما يسمها سرقة الشريعة، دي حاجة تانية نهب وكده، لكن الخفية دي السرقة خفية بغير رضاه، لأنه ممكن رسلك البيت أداك المفتاح قال لك في قروش، أو في العربية في الدرج اليمين في قروش عليك الله جيبها لي، هنا برضاه برضاه، فدي ما تعتبر شنو يا جماعة؟ سرقة. طيب العلماء قالوا ربنا قال فاقطعوا أيديهما، اليد إذا أطلقت في الشرع كله في نصوص الكتاب والسنة يقصد بها الكف، يقصد بها الكف، فإذا سرق واتوفرت الشروط اللي هنذكرها بعد شوية يقطع يده اليمين من هنا، ده بيسموه الكوع، هذا من هنا يقطع يده اليمين، يقطع يده اليمين، فإذا عاد وسرق، وطبعا دي كلها التفصيلات دي من السنة، تقطع رجله اليسرى، يعني يبقى كده عكس كده اليمين مع الكرة على الشمال، فإذا عاد فسرق الثالثة تقطع يده اليسرى، فإذا عاد فسرق تقطع رجله اليمنى، والأخيرة الرابعة دي فيها خلاف، وده الراجح الرجحه الإمام السعدي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. طيب يقطع له يده لكن بشروط، حتى بياخذ مال غيره مال محترم خفية بغير رضاه في شروط تانية، وشروط جابتها السنة، أن يكون المال في حرز، والحرز عرفه العلماء هو ما يخفى فيه المال أو يوضع فيه المال غالبا، ده الحرز، يعني ما مال يكون في الشارع دي لقطة دي براها، ده موضوع براها دي ما سرقة، فمال في حرز زول تلب جوا بيت زول كده ده في حرز، فتح الدرج بتاع الدكان بتاع زول وكده فتح الخزنة ده في حرز، يكون في حرز. الشرط الثاني اللي أضافته السنة، لأن يا جماعة ربنا قال عن السنة في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر، القرآن يعني، لأنه هنا قال إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن باتفاق، وإنا له لحافظون، هنا قال وأنزلنا عليك الذكر يعني القرآن، ليه يا رسول الله نزلنا لك القرآن الذكر؟ لتبين للناس، يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالناس اللي بينكروا السنة زي الشعبيين الترابيين والعلمانيين والعاملين بيسموا نفسهم قرآنيين وليس امتدادات، وديل ما عندهم علاقة بالقرآن أصلا ولا عندهم علاقة بالدين، خلاص البنكر السنة ده يمشوا من الآية دي، ربنا قال للرسول نزلت لك الذكر القرآن عشان تبين للناس ما نزل إليه من القرآن، ده تشرح لهم. فنسألهم سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل لهذا الأمر الرباني ولا ما امتثل به ولا ما امتثل له؟ إذا قالوا امتثل له يبقى وين بيان الرسول للقرآن؟ إذا قالوا ما امتثل له يبقوا كفروا، موضوع انتهى. ودي من أقوى الآيات في مناقشة من وما يسمون أنفسهم بالقرآنين، شفت كيف؟ فأنا ناقشهم بالآية دي وغيره، من أقوى الآيات في الرد والحجة عليه. المهم يكون في حرز. نمرة اثنين قالوا أن يبلغ المال النصاب. قال العلماء
ولا تقطع اليد في النزر اليسير. النزر اليسير ما بيقطع به المال، حاجة بسيطة ما بتقطع به اليد. طيب النصاب كم؟ الصحيح اختصارا النصاب ربع دينار، والدينار ده من الذهب، أو 3 دراهم، والدراهم دي من الفضة، أو ما يعادلهما. ما يعادلهما القدر من الليلة شنو؟ القدر من الليلة شنو؟ والدليل على هذا الترجيح ما رواه أبو داود من رواية عائشة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وصححه الألباني. والدليل على 3 دراهم أيضا عند أبي داود لكن من رواية عمر أو ابنه رضي الله عنه مجمعين، قال النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ب3 دراهم. وده ما فيه تعارض في السنة، عشان ما ينطلق شعب يقول لك شفت حديثي متعارضة، انت ما فاهم ولا أظنك تفهم إذا كنت بحالتك دي، لأنه 3 دراهم هي الربع دينار ذاته، لأن الدينار الواحد الكامل ب12 درهم، يبقى ربع الدينار بكم أكسبة؟ ما بتفهم؟ أشغل الآلة دي، كلام إذا ما للناس المحترمين، كلام إذا للعلمانين، شغل الآلة الحاسبة أضرب، بيجيك ربع الدينار ب3 دراهم، لأنه الدينار الكامل بكم؟ ب12 درهم، يبقى ما في تعارض بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض بين كتاب الله وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القرآن أنا مركز على حتات دي، لأنهم بيضربوا الحدود بالشبهات دي، يقول لك سنة ظنية الثبوت، أما القرآن قطعي، تمشي معاه في القرآن تلقى لا قاطع مع القرآن ولا قاطع مع السنة، كله مارق ملوص، كله فلسفة وهو ساكت. ما في تعارض بين القرآن العظيم وبين السنة النبوية المطهرة، ليه؟ لأن القرآن من عند الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة من عند الله لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعدين تطبيق الشريعة ذاته، ما هو الحدود دي بس؟ ودي معلومة فهموها جماعة الأخوان المسلمين للناس فهما خاطئا، ينبغي أن تصحح وأن يزال هذا الفهم الخاطئ من أذهان جميع المسلمين. ما الحدود دي بس؟ الحدود دي جزء 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 من الشريعة، والشريعة أكثر منها. أهم شيء في الشريعة وتطبيقها العقيدة الصحيحة، تطبيق العقيدة الصحيحة ونشرها للناس وتعليمها للناس. الناس يوحدوا الله أول حاجة قبل الحدود دي، وقبل الصلاة، وقبل الصيام، وقبل أي حاجة يوحدوا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحتى الحرامي ده ممكن ربنا يغفر له؟ السرقة جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة، وخيانة، خيانة تدل على سوء الطبع وشر النفس وسوء خلق صاحبها إلى غير ذلك من السوءات، لكن الشرك أعظم منه. وممكن ربنا يغفر للسارق، ممكن ربنا يغفر للزاني، ممكن ربنا يغفر لشارب الخمر، لكن المشرك إذا مات عليه الله ما بيغفر له. إذا مات على الشرك ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي حاجة دون الشرك إذا مت على ممكن ربنا يغفر لك إذا شاء لك ذلك. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن أساس الإسلام وأساس هذه الحدود وأساس الشريعة الإسلامية كلها العقيدة والتوحيد وعدم عبادة غير الله. لا تعبد قبة، الناس اللي بيمشوا يتمسحوا بالقباب والأضرح ويشيلوا التراب بتاع الشيخ، والناس اللي بيحبوا للشيخ، والناس اللي بيسجدوا للشيخ، والناس اللي بيركعوا له، والناس اللي بيندهوا وبيستغيثوا به من دون الله سبحانه وتعالى، ده أعظم ذنب، أعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر. يبقى أول حاجة في تطبيق الشريعة تطبيق العقيدة والإيمان. شكل ربنا قال عن دعوة الرسل جميعا بلا استثناء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ختم الله الآية، والحكم كثيرة والأحكام كثيرة، ختم الله الآية بقوله تعالى: والله عزيز حكيم. قال العلماء: عز فحكم فقطع، يعني قطع اليد السارق دي عزة وقوة من الله سبحانه وتعالى. اثنين، حكمة بالغة. عشان كده لما جاء أبو العلاء المعري فيما يروى عنه كما نقل ابن كثير في تفسيره عنه، قال روي عنه أنه جاء إلى بغداد وأنكر على الفقهاء قطع يد السارق، إذا صحت الرواية عنه، لأن ابن كثير قال روية، فهو كأنه إذا صحت الرواية عنه كأنه معترض على الآية ذاته وعلى الحكم الرباني ده، زي ما بيعترضوا الليلة العلمانيين والمنافقين والناس اللافين الليلة دي. فقام اعترض بمخه، قال اليد، وذكر بيت شعر، قال اليد، اليد دي ألا تفدى بخمسمية دينار، وفعلا كلامه صحيح، تفدى إذا واحد قطع يداني زي بدون ذنب متعمد ده بخمسمية دينار. قال: كيف اقطعوها في ربع دينار؟ واحد ربع دينار ولا تم دينار واحد. فردع الفقهاء فتشوه قام زاق، وصلنا أهل البدع كده يخشوا لك في التلفزيون شنو ويجوطوا الشغلة ويكبروها يمشوا، نفس موضوع المعرضة، نفس والشغلة دي قديمة، والشبهات اللي بيجيبوها كلها دي لازم الترابي وناس ما عارف ليك الشيوعيين ومين غيرهم من العلمانيين، الشبهات دي قديمة والله قديمة قدم، في شبهات لها 1000 سنة، يعني هم ما فكروا ولا نجروا، شالوا من أسلافهم القدام ناس عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن سبأ اليهودي وغيره، شالوا من ديل جابوها بس ما في حاجة دي. أها، قام الفقهاء فتشوا، امشوا لب جاي بيزوق، امشوا لب جاي ابي يقابلهم كله، فردوا عليه ردا ساحقا شافيا كافيا جامعا مانعا، رد واحد بس. قال: انت مش قلت كده؟ قالوا له: كانت ثمينه فعلا ب 500 دينار لما كانت امينه، كانت ثمينه لما كانت امينه، فلما خانت هانت، بقت تقطع في ربع دينار. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبلة فتقطع يده. وهنا برضو فينا جابوا شبهة، شبهة قديمة، انت قال هسه يا دوب ديل، وديل في شبهة لسه ذاته ما وصلته. قالوا: طيب ربع دينار ده من الذهب ده، ده ما بساوي الحبل، الحبل أقل منه، كيف يقول ويسرق الحبل فتقطع يده والبيضة أقل منه؟ فأجاب العلماء بثلاثة أجوبة نذكر منها. قالوا: المقصود بالبيضة بيضة الحديد، بيضة الحديد، وهي دي بتساوي ربع دينار وبتفوته. والمقصود بالحبل حبل السفن، وده بفوت ربع دينار بكتير. وقال بعضهم: هذا خبر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يفعل أهل الجاهلية، لأنه قطع يد السارق كان عند الكفار بالمناسبة، هسه ده المعترضين عليه، الكفار طبقوه ما اعترضوا عليه، وده المعترضين عليه العلمانيين ديل، تبا لمن كان الكفار خير منهم، كلهم شر. فناس قريش كان بيقطعوا يد السارق، فقالوا ده خبر النبي عليه الصلاة والسلام قال كان بيحصل كده، ولعنه الله لأنه كان ما عندهم نصاب، كان بيقطعوا له زور سرق أقل حاجة، كان بيقطعوا له يد، لو سرق أكبر حاجة بيقطعوا له يد، لكن الشريعة جات هذبت ذلك وحددته، وقيل غير ذلك أقوال موجودة. المهم